صباح الخير مجددا عدنا والعود احمد اكيد اشتقنا لك. شكرا. مشاهدينا، دخل اضراب المعلمين السوريين في شمال حلب الاسبوع الرابع، حيث يحتج المعلمون على ظروفهم المعيشيه السيئه وتدني الاجور التي لا تتعدى 65 دولارا في الشهر، وهذا ما دفع معظم المعلمين الى العمل في مهن شاقة لتوفير بعض المال في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في سوريا إلى معدلات قياسية. حاصرته ظروف الحياة بقسوتها ودفعته الحاجة إلى العمل في ورشة لتقطيع الرخام الحجري، ما يتقاضاه من التعليم كغبار تذروه الرياح في أيام قليلة، ويعيش حتى آخر الشهر معتمدا على عمله هنا. تقطيع الحجارة الصماء لا يحتاج إلى شهادته في الماجستير بقدر حاجته إلى قوة التحمل. جيرة وغبرة بسبب الظروف المعيشية الصعبة، فأنا المنحة المالية المقدمة إلي من التربية أو المقدمة لأي أستاذ تاني ما بتوفي لأربعة أيام فقط. الأستاذ صلاح ليس استثناء، ساعات طويلة من العمل الشاق يقضيها أستاذ اللغة عدي. المحظوظ اللي عم يلاقي شغل ويشتغل يعني بعد الدوام، فأنا مباشرة من أنتهي من الدوام مباشرة أتي إلى العمل. هذه فنطالب أنه بتحسين وضع المعلم. الأستاذان صلاح وعدي من المعلمين القلائل الذين حظوا بفرصة عمل تزيد من مدخولهم المادي، لكن مئات المعلمين لم تتح لهم فرص عمل ملائمة، فارتفعت أصواتهم وأضربوا عن التعليم. وقفات احتجاجية للمعلمين عمت معظم مناطق الشمال السوري مطالبة بتحسين معاشاتهم، وارتفع سقف المطالبات إلى إصلاح شامل للمنظومة التعليمية. عم نطالب بكثير أمور تتعلق بالتعليم، بإصلاح العملية التعليمية، توحيد الشهادة، توحيد الشهادة الثانوية. اليوم نحن عندنا بالمحرر في شهادة ائتلاف وفي شهادة تركي، عم بتخلي هذا الطالب يضيع، يعني وين بده يدرس، بالشهادة التركية ولا بشهادة الائتلاف؟ المبادرات الشعبية لاحتواء الأزمة ما زالت في مد وجزر، ووصل الأمر في بعض المجالس المحلية إلى تهديد المعلمين المضربين بالفصل، أما الجهات المعنية فلم تفلح صرخات المعلمين والطلاب في إيقاظهم من سبات عميق. قحطان مصطفى، العربي، شمال حلب، سوريا. مشكلة أحمد، يعني ما يجري في الشمال السوري، ومنذ طبعا يومين كنا أيضا نتحدث عن نفس المشكلة التي يعاني منها الطلاب في لبنان، حيث أن المعلمين أيضا مضربون عن العمل. يعني موضوع المعلمين وأيضا موضوع الرواتب هو ليس بالجديد. صحيح. سنسأل معنا من عزاز سيدة سناء حسان، المسؤولة الإعلامية في نقابة المعلمين الأحرار، طبعا لتحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. سيدة سناء، أهلا بك معنا. يعني كما ذكرنا في المحادثة، موضوع المعلمين في سوريا تحديدا ليس بالجديد، إن كان نتحدث عن موضوع الرواتب، موضوع بيئة العمل، النظام التعليمي بشكل خاص، لكن عندما نتم الحديث الآن عن إضراب اسمه العز والكرامة، يبدو بأن هناك شيء مختلف الآن، ولا الموضوع يعني موضوع هو رواتب فقط، لكن هناك مطالبات، هناك شيء مختلف، ما هو؟ يسعد صباحكم أول شيء، يسعد صباحكم. طبعا مثل ما قلت، هذه اضراب المعلمين هو اضراب العزه والكرامه، نحن هيك سميناه المعلمين، اضراب العزه والكرامه، لانه هذا الاضراب يعني هلا يمكن الشائع عنه انه هو اضراب مشان المنحه الماليه. طبعا المنحه الماليه هي من اهم اسباب الاضراب، لكن ما هي السبب الوحيد للاضراب، في كثير اسباب طلعنا مشان المعلمين، طلعنا مشان بوقفات احتجاجيه، وحتى بعدين يعني تأزم الوضع حتى طلعنا سوينا اضراب. في أسباب كثيرة، أول شيء إصلاح العملية التعليمية بشكل كامل. نحن من سنوات ونحن بالشمال عم نطالب بإصلاح العملية التعليمية للأسف، وما كان في أي استجابة من الجهات المعنية. الكل بيعرف اليوم نظام الامتحانات، نظام امتحانات الشهادة السنوية، بالنسبة لامتحانات المجالس، اليوم كثير عم بصير في فوضى.
طبعا عم بتكون أسئلة الامتحانات غير مناسبة أبدا لمستوى الطلاب، عم بتكون نظام أسئلة مؤتمت، طبعا سلم التصحيح عم بكون كتير غايب وأحيانا ما عم يوجد أبدا هذا السلم، الأسئلة عم تكتب بتركيا ونحن بالرغم أنه في عنا بالشمال في عنا أشخاص قادرين على كتابة الأسئلة. صحتين صحتين سيدة سناء. فيك تشربي مي، تفضلي. طيب هنادي يعني يعني ننتظر السيدة سناء. طبعا يعني نبقى في موضوع التعليم وموضوع هذه الآلية. يبدو السيدة سناء ذكرت عدة نقاط مهمة صحيح جدا. صحيح، يعني حتى موضوع كي لا يفهم خطأ هذا الإضراب ليس فقط لأسباب مادية أو لأنهم يعملون في مهن شاقة أخرى، إنما يعترضون على المنهاج التعليمي، طريقة طرح يمكن الأسئلة وفرز نتائج الامتحانات، اللي يقولون يعني أنا تبعت بالأمس هناك معلمات ونقابة المعلم يقولون بأن هذا لا ينفع الطالب بشيء، لا بل بالعكس صحيح. يمكن أن يضره، وخاصة عندما تم الحديث عن موضوع التعليم، عن موضوع الأسئلة جاءت من تأتي من يعني كما تقول من تركيا. نعود، يبدو أن السيدة سناء صحتين سيدة سناء. ألف سلامة. الله يسلمك. نعم، مش رح نطرح سؤال جديد، تريدين تكملة فكرتك الأولى، تفضلي. إيه رح أكمل شوي، يعني نحن طلعنا اليوم المعلمين بالشمال المحرر مشان إصلاح العملية التعليمية بشكل كامل، لأنه للأسف الفساد كتير استشرب العملية التعليمية بدءا من الامتحانات. طيب أنا هون رح أسألك سؤال، يعني عقد مؤتمر في جامعة حلب لبحث الحلول، تم تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة لحوكمة العملية التعليمية، قررتم المضي في خطوات تصعيدية في حال لم تلقوا أي نتيجة بسبب الإضراب، ما هي هذه الخطوات التي تنون القيام بها وما هو عمل هذه اللجنة؟ هلا اول شيء فعلا اقيم المؤتمر التعليمي الاول في الشمال المحرر، طبعا بحضور النقابات المهنيه ونقابه المعلمين، ولكن للاسف كان في غياب للمجالس المحليه اللي هن كانوا اهم جانب بالمؤتمر، طبعا ما حضروا هذا المؤتمر. هلا بالنسبه للخطوات التصعيديه، اكيد في خطوات تصعيديه، لكن هلا نحن حاليا ما راح نصرح عنها، راح تكون في يعني راح تكون في الوقت المناسب. نحن نشكرك سناء حسان المسؤولة الإعلامية في نقابة المعلمين الأحرار، ونتمنى أن تحل كل مشاكلكم لمصلحة المعلمين والأهالي.